بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات العسكرية والمدنية بحضرموت، جرى بمدينة المكلا عملية الاستلام والتسليم بين المحافظ السابق للمحافظة اللواء فرج البحسني والمحافظة الجديدة مبخوت بن ماضي. قيادة جديدة وعهد جديد لحضرموت، يأمل من خلاله المواطن الحضرمي أن تنتهي معاناته وأن تبدأ حضرموت مرحلة جديدة من التنمية، خاصة مع الاستقرار الأمني الذي تحظى به منذ سنوات بعد تحريرها من قبضة التنظيمات الإرهابية. إجراء عملية الاستلام والتسليم بين المحافظ السلف اللواء فرج البحسني والخلف مبخوت بن ماضي في القصر الرئاسي بمدينة المكلا وسط حضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية للمحافظة. كما أنني أوصيكم بالالتفاف حول المحافظ الجديد مبخوت بن مبارك بن ماضي، وفقها الله لكل خير والشد من أزره، وأن يكون خير معين له وأن تكونوا خير معين له مواصلة مسيرة الارتقاء والعطاب المحافظة إلى المستوى الذي يؤمنه المواطنون. ونؤكد لكم أننا سنعمل معا جنبا إلى جنب في سبيل تحسين الأوضاع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي أشار إلى أن العمل في قيادة السلطة المحلية بحضرموت مسؤولية كبيرة، وآملا دعم مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الذين منحوه الثقة لإدارة شؤون المحافظة، ومعولا على أبناء المحافظة بالالتفاف خلف القيادة الجديدة والعمل بروح الفريق الواحد. بعد الاستعانة بالله، معولا على أبناء حضرموت الالتفاف حول سلطتهم المحلية، ومعولا أيضا على السلطة المحلية في محافظة حضرموت لنعمل سويا، لنعمل بروح الفريق الواحد. مرحلة جديدة تشهدها محافظة حضرموت، وأمل يعقدها المواطنون في أن تكون هذه المرحلة بداية لحصول المحافظة على استحقاقاتها المنشودة.